أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الذكر في المسجد بالميل والتصفيق على الأيدي، وما واجب إمام المسجد نحو ذلك؟ هل يمنعه أو يسكت عنه؟ الذكر ليس هو بالتصفيق ولا بالتمايل، وإنما الذكر باللسان وبالقلب وبالأعمال الصالحة. وأما التصفيق هذا من فعل المشركين، كما قال تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق. نعم.